للحديث أكثر إذا مشاهدينا بشيء من التفصيل عن قانون العفو العام وتوقيت الحديث عنه قبيل انتخابات مجالس المحافظات وعلى النحو الذي طرح به، معنا عبر سكايب من اسطنبول متحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي. حياكم الله ومرحبا بكم. إذا يعني من جديد تثار هذه القضية، قضية قانون العفو العام، إلى أي مدى يمكن ربط الحديث الآن من قبل السياسيين بإصدار قانون العفو العام؟ إلى أي مدى يمكن ربطه باقتراب انتخابات مجالس المحافظات؟ نعم، تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام. نعم، بس بالتأكيد كل ما يصدر من قوانين من مجلس النواب التشريعية وحتى القرارات التنفيذية حقيقة هو خاضع لأجندات حزبية وسياسية ضيقة. قانون العفو العام مثلا هو ليس قانون مبني على معايير سياسية وإنسانية وأخلاقية لإصلاح المجتمع، إنما مجموعة مساومات حزبية ضيقة لأجل مكاسب سياسية انتخابية لطرفين القوى السنية والشيعية في العراق. خذ مثلا منذ عام 2003 الطرف السياسي الشيعي يعتقل وفق قانون الطوارئ التعسفي، قانون الرابع من مكافحة الإرهاب، بالقانون مكافحة الإرهاب، ويجمع مئات الآلاف من السجناء باستخدام مثلث الموت، القضاء والمخبر السري والميليشيات، يتم جمعهم في سجون ومن ثم يجلس قبل كل انتخابات ليفاوض ويساوم عليهم بقية الأطراف ويخدع جمهوره بأنه المدافع عن قضاياهم وعن شهدائهم الذين استخدمهم في مشروعه ليكسب بعض الأصوات الانتخابية بالانتخابات. وبالمقابل الطرف السني الذي لا إنجاز له سوى المطالبة قبل كل انتخابات بالإفراج عن الأبرياء والمعتقلين والمختطفين والمغيبين، لا شيء ولا قانون ولا عمل لديه على أرض الواقع، بحيث أصبحت قضية العفو العام هي مشروع يدر أصوات انتخابية لطرفين القوى السياسية في العراق بشكل فاعل بكل انتخابات. أما الطرف الثالث هو حيتان الإمبراطورية، أولئك ملوك العقود، عقود الفساد، عقود الإطعام وتجهيز السجون، وبالتالي الطرفين السياسيين مستفيدين من قضية العفو انتخابيا لكسب أصوات انتخابية واستعطاف الجمهور. وحتى إذا تم تنفيذه، يعني أي تنفيذ هذا القرار سيتم تنفيذه بطريقة محدودة لن تشمل جميع الفئات المتضررة وسيكون لجهة ولفئات محدودة. يعني من المطالبات مثلا في حال نفذ هذا القانون، أبرز المطالبات الحقوقية كما تفضلتم إيقاف هذه المادة سيئة الصيت اللي هي المادة 4 إرهاب، وهذه بالتالي إيقاف هذه الاعتقالات العشوائية، أو لنقل هي ممنهجة وليست عشوائية، من ضمن الأحكام الصادرة تحت التعذيب ضمن المادة 4 إرهاب. هل تعتقد أن هذه المطالب الحقوقية ستأخذ بها الحكومة أو ستناقش، وهناك الضغط مثلا من قبل أعضاء بعض الأعضاء في مجلس النواب لإثبات هذه المطالب الحقوقية ليخرج القانون في أقل تقدير ليرضي هذه المطالب التي ينادي بها أصحابها وذو المعتقلين؟ نعم، من وجهة نظرنا كقانونيين مراقبين، كحقوقيين مراقبين لهذا القانون وبنوده، قانون العفو العام بصيغته الحالية حقيقة لا يشبه بأي شكل من الأشكال قانون العفو العام الحقيقي. يعني بنود هذا القانون تشمل لا تشمل الكثير من الفئات التي ظلمت في العراق والمضطهدة والمحكومين، سواء بقضايا الإرهاب أو المخدرات. لم يتم إقرار بند إعادة التحقيق للمحكومين، وخصوصا من أخذ ساعة
تم أخذ إفاداتهم تحت الإكراه والضغط والتعذيب والتنكيل أو المساومة حتى على عوائلهم، بل القانون شمل بشكل سطحي بعض من تم اعتقالهم على يد المخبر السري وبعض قضايا المخدرات، ولا يشمل الآلاف من تم ذكرهم بما يسمى سجلات أو السجلات الأمنية، وهو يضم الآلاف من الأبرياء. هذا تحديدا يضم الآلاف من الأبرياء من بقوا تحت سيطرة تنظيم داعش، مما يشكل حقيقة مشكلة كبيرة جدا تهدد جزء كبير من المجتمع والأهالي. وبالتالي التعريفات القانونية لبنود العفو بصيغته الحالية هي الأسوأ من صياغة القانون عام 2016 السيء، وصياغته بهذه الطريقة حقيقة لا تعني وجود حقيقي لمقاصد الإنسانية وروح الإصلاح في قانون العفو بهذا الشكل الحالي المصاغ عليه الآن. حتى لو افترضنا أنه يعني عدل و يعني رضخ من يكتبه إلى هذه المطالب الحقوقية في أدنى تقدير كما ذكرنا، على الأقل مثلا يعني المخبر السري المادة 4 إرهاب، هل من ضمانات أن ينفذ وأن لا يكون كسابقه حبرا على ورق كما ذكرتم في القانون السابق؟ حقيقة لا يوجد بعد 2003 أي ضمانات حقيقية لأي قانون وأي اتفاقية وأي شيء يتفق عليه في العراق، لا يوجد ضمانات حقيقية. بخصوص نفس القانون في عام 2016 تم إقراره ولم ينفذ، بل تم إقرار بعض القوانين منه ضعيفة جدا لا تشمل أي فئة. يعني بالنسبة لقانون العفو العام يعني كقانون يعني نعتقد فيه الكثير من الضعف والكثير من الخروقات في داخل القانون. طبعا حتى بعد ما تم الحديث عن قضية قانون العفو العام، عمد مجلس القضاء وبشكل حقيقة ملفت منذ أشهر إلى تعطيل الكثير من المحاكمات وعدم استلام طلبات الفحص الطبي الشرعي للمعتقلين والسجناء ممن تعرضوا للتعذيب، يعني ومنهم من تم الحكم عليه وهو لديه تقرير طبي بالتعذيب يؤيد أنه معذب، ومنهم من تم فحصه وتبين أنه تعرض للتعذيب لكنه توفي قبل أن يصل التقرير إلى القضاء للمصادقة عليه. وبالتالي يعني يوجد هناك مؤشر خطير حقيقة حول نيتهم، نية الإطار ونية القضاء عدم الإفراج عن الكثير من المعتقلين والاحتفاظ بالكم الأكبر. هذه الخطوة تؤكد أن هناك توجه مشترك بينهم لعدم الإفراج عن الآلاف من المعتقلين. في حال تم الإقرار عن العفو سيكون هناك عفو شكلي لا يشمل جميع المتضررين الحقيقيين، ويشمل بعض قضايا المخدرات والاختلاس المالي والفساد الإداري تحديدا. نعم، يعني تريد أن تقول بأن القضاء عموما مسيس وغير مستقل، وبالتالي فكيف يمكن أن ينفذ هذا القانون في أدنى معاييره، أليس كذلك؟ يعني إحنا لو سألنا هل في يوم من الأيام يعني مرورا بمسألة القضاء، هل تم محاسبة عنصر مسيء أو مجرم من قوات القوات الأمنية أو العسكرية أو الحشد الشعبي أو حتى الفصائل الإرهابية أو حتى سياسي الإطار التنسيقي وقنوات الفتنة الطائفية التي تبث يوميا في العراق؟ الجواب لا يوجد محاسبة قانونية حقيقية. كل هذه الانتهاكات والجرائم التي تحصل في العراق، القانون يتعامل معها وفق الرقعة الجغرافية. نفس الجريمة إذا كانت وفق الرقعة الجغرافية سيد هي جريمة يعاقب عليها المذنب وأهله وذويه وعشيرته
ومدينته والمجتمع أشد العقوبة. وإذا نفس الجريمة كانت في منطقة شيء لا تعتبر جريمة ويتم التغاضي عنها أمنيا وقضائيا وهكذا. قانون الأربع إرهاب حقيقة قانون سياسي يخدم أجندات سياسية متطرفة يقصد به الإرغام والإذلال، وتم صياغة هذا القانون وتوجيهه باتجاه طائفي معين واستخدامه استخدام سياسي لإرغام الخصوب وإخضاعهم وإرغامهم وإرغام قبائل وعشائر ومدن، وهذا يستخدم منذ عام 2003 للتحرير والقتل والاعتقال التعسفي والجرائم بحجة تطبيق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. بالنتيجة هذا التحريض والاعتقالات العشوائية والانتهاكات سواء التي طالت نشطاء ثورة تشرين أو المواطنين، المسؤول عنها الأول والأخير هو القضاء العراقي، مسؤولية مباشرة بحكم عدم المحاسبة الحقيقية والتغاضي عن المجرمين. إذن المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لك.